انا قدمت نفسي قبل كده، انا دكتور رامي كرم عزيز، خريج دفعه 95، حاليا رئيس قسم مايكروبيولوجيا والمناعه. واصلا بدايتي كانت شغل على الميكروبيال باثوجينيسيس، يعني زي البكتيريا بتسبب ديزيز. فيعني انا حضرت بدايه هذا العصر اللي انا بسميه نيو جولدن ايج اوف مايكروبيولوجي في رايي، اللي هو طبعا احنا عارفين الجولدن ايج الاولاني كان اللي هو بتاع بدايه المايكروبيولوجي، باستور وكوخ، واكتشاف يعني الجيرم ثيوري واكتشاف البكتيريا ودورها. بعد كده الميكروبيولوجي يعني استفادت من الجينومكس قوي، ده اللي انا عايز اقوله. العصر الذهبي الثاني قد يكون يعني هو ظهور الدي ان ايه ستراكشر في الخمسينات، او يعني فك شفره، فك الستراكشر بتاع الدي ان ايه اولا، وبعدين فك الشفره الوراثيه وهكذا. ويعني انا شايف دلوقتي الجولدن ايج الثالث، لان الجولدن ايج الاولاني لما بقينا نعرف اصلا ان في بكتيريا ما كناش عارفين، الايج الثاني ان بقينا نقدر نعرف البكتيريا من الدي ان ايه بتاعها كسيجنتشر، نعمل سيكونس لحته ال 16 اس او لحته اي حته من البكتيريا ونعملها بي سي ار، ممكن نعملها ديتكشن من غير ما نزرعها، بس في الاخر كانت على اضيق الحدود. دلوقتي بقى في العصر الجديد ممكن اعرف كل صفات البكتيريا من الدي ان ايه بتاعها، لان انا ممكن اعملها سيكونسنج كله. طيب طبعا learning objectives انا حطيتهم عشان اما اديكم البي دي اف بتاع المحاضره. يعني هو الاوبجكتيف المهمه بالنسبه لي عشان ما تسمعوش عنه في حته تانية غير برضو في محاضره سريعه في سنه تانية، لو انتوا كنتوا معايا في الكليه القاهره، اللي هي البايو دايفرستي وازاي بنقيسها. بعدين السؤال الاساسي في محاضره النهارده هو الفرق بين الجينومكس والميتاجينومكس ككونسبت. في ناس كتير ما بتعتبرش الميتاجينومكس علم، بتعتبر يعني السب فيلد من الجينيتكس، والمايكروبيولوجي بيسموه جينومكس، يعني ده فيلد او جزء من الفيلد. اما الميتاجينومكس فبيعتبروه بس تكنيك، وهنتكلم في ده برضه. الميتاجينومكس نفسها is a very misunderstood concept. في ناس كتير قوي بتعمل حاجه اسمها 16S microbial community analysis وبيسموه ميتاجينومكس. هو انا في ناس كتير بما فيهم شركه ايلومينا اللي هي اكبر شركه بتعمل سيكونس، بس انا شايف ان الاسم ده خاطئ ولا داعي له، وهقول لكم ليه برضو، بشوقكم انا دلوقتي المحاضره. وبعد كده الفرق بين ال 16S ده وبين الميتاجينومكس، فده هدف تاني او يعني اللي بيسموه شوت جان ميتاجينومكس. زائد الابلكيشنز والهيومن مايكروبيوم كميجر ابلكيشن نشات في حوالي سنه 2007 8، ودلوقتي بقت هي ايه السائده لدرجه ان الناس بقت يعني تتريق علينا تسمينا مايكروبيومولوجي مش مايكروبيولوجي. اوكي تمام، فهخش في الميكروبيوم خفيف قوي، وغالبا ده هيكون الاسبوع الجاي مش النهارده يعني، بس ده الاستراكشر بتاع المحاضره دي. لو فضل وقت الاسبوع الجاي هديكم، هو كان في محاضره بتبقى تانية بس هتبقى صعب قوي نعملها بالشكل اللي كنت بعملها بيه قبل كده، لان فيها جزء كبير عملي، بس برضو وي نيفر نو يعني، ممكن اخليكم هو الكورس ما فيهوش عملي اصلا، بس كنت بطلب منكم اساينمنت نعمله مع بعض يعني، وكنت بديكوا حاجه تعملوها في البيت وترجعوا لي يعني الاسبوع اللي بعد. فالحاجتين دول مش هنقدر نعملهم، بس يعني الله اعلم الدنيا هتمشي ازاي، ادينا شغال ماشيين وهنشوف. طيب نبتدي بقى صلب الموضوع. طبعا اكيد برضو اي حد درس معايا اي حاجه شاف الصوره دي، دايما ببتدي المحاضره دي بالصوره بتاع يعني عامه، حتى كورس الميكروبيولوجي What is life؟ ده سؤال احنا بندرس علم اسمه الاحياء الدقيقه مايكروبيولوجي، فهو جزء من علم البيولوجي اللي هو بيتسمى بالانجليزي لايف ساينس، بايو لوب يعني بيولوجي. فما هي هذه اللايف اللي احنا بنشتغل عليها وبندرسها؟ سنكتشف ان احنا ما نعرفش تعريفها العلمي، او يعني معظمنا ما درسناهوش في المدرسه. اللايف يعني لما العلماء بيدوروا على الحياه في كوكب المريخ حتى الان مش عارفين ده ايه، والنكت حتى بتتكلم يعني ان هو يعني What is life؟ ده سؤال فلسفي اكتر منه سؤال علمي. فالتعريف العلمي اللي انا فوجئت بيه من حوالي 10 15 سنه كده، من بالظبط 15 سنه لما درست المحاضره اول مره بتاعه الميكروبيولوجي بالشكل اللي انا بحب ادرسه، يعني ان في تعريف حلو جدا لللايف موجود في يعني دوكيمنتس بتاعت الناسا، بس انا لقيته عند حد اسمه جيرالد جويس. مش هنخش في فلسفه هذا التعريف، ولكن يعني هو تعريف عميق يعني كلام قليل حافل بالمعاني. Life is a self-sustaining system. Self-sustaining يعني هي كلمة برضو لازم نبقى face to face كده عشان أقدر أشرحها لكم. هي كلمة يعني بيسموها paradoxical، الكلمة يعني الحياة هي أن تبقى
سيلف سستيننج، يعني تبقي نفسك على قيد الحياه. فده يعني حاجه يعني ما ينفعش التعريف يبقى هو بتاع ترم هو الترم نفسه، بس هو كده هي الحياه فعلا، هي تلك الصفه التي تحافظ على نفسها، ويوم ما تفقد المحافظه على نفسها بيبقى دف. فهي ان انت تبقى سيلف سستيننج. اي سيستم سيلف سستيننج ده سيستم حي، اي سيستم مش سيلف سستيننج محتاج على طول يعني ساعه بالزنبلك بنملاها بالزنبلك، طوبه بترميها في حته مطرح ما بترميها بتمشي بقوانين الجاذبيه 100%، بينما الحاجات الحيه بتمشي بقوانين الفيزيكس زائد اكسترا انرجي جايه من اللايف اللي جواها دي. فهو ده السيلف سستيننج. سيلف سستيننج ده بيشمل كل الوظائف الحيويه ما عدا التكاثر، يعني الاكل اللي بتاكل عشان تدي طاقه، الطاقه عشان تعمل بيها ميتابوليزم، الميتابوليزم بتعمل بيه فانكشنز، الفانكشنز بتطلع منها مش عارف ايه، كل الوظائف الحيه الى جانب وظيفه تانية اللي هي انك بتحفظ النوع كمان، مش مجرد سيلف سستيننج للسيل. ودي خاصيه برضو مهمه جدا لازم تفهموها لما تبقوا بتقروا اي بيبر كده في الايفولوشن، ان الخليه مش هدفها تحافظ على نفسها لدرجه ان بعض الخلايا بتضحي عشان بقيه الخلايا تعيش، وبعض افراد الكوميونتي ممكن يضحوا. التضحيه دي مش حاجه بيولوجيكال، بس هي بتخدم في الاخر الكائن ككل. يعني ليه في ناس بتروح تموت في الحرب عشان بقيه قرايبها تعيش؟ دي حاجه ضد الفطره ضد المنطق، يعني ان طب انا يا نفسي يعني اللي هو يلا نفسي وكده، انا مش بحمي ولادي بس، انا بحمي ناس ما اعرفهمش ساكنين مثلا في مدينه تانية في جنوب مصر، بس ليه ممكن اروح احارب؟ دي حاجه موجوده في بيولوجيكال سيستم عشان يحمي الدي ان ايه بتاعه. برضو قصه الفيروس اللي محيرنا، ايه الفيروس ده اصلا؟ ده مجرد شيء عمال يقرفنا بس عشان ينشر الدي ان ايه بتاعه. هو الاكستريم اكزامبل اوف ا سيلفش دي ان ايه سيستم، هو كل هدفه يتكاثر. طب تتكاثر ليه؟ عشان تتكاثر. طب بتعمل لي انفكشن ليه؟ برضو عشان تتكاثر. طب بتضرني ليه؟ طب انت هتستفيد ولا حاجه، يتكاثر هو مش بيفكر يعني ليه، لانه لو ما تكاثرش هيختفي، فاللي تكاثر هو اللي في الاخر كسب. ففي بقاء للاصلح وبقاء للاتنح وبقاء للاغلى، اسمه يعني في الاخر البقاء في الاخر للكائن الكيبل اوف داروينيان ايفولوشن. وكلمه داروينيان برضو كلمه قصيره تعني معروفه خلاص، خدتوها قبل كده في ثانوي وما بندرسهاش كتير لاسباب يعني ثقافيه وكده، ولا في مصر ولا في امريكا حتى، في يعني ناس كتير بتخلط بينها وبين الدين وكده. هي مجرد نظريه بيولوجيكال بتقول كل ما الدايفرسيفاي اكتر كل ما فرصك في الحياه بتزيد، لان ليك اعداء اكتر. يعني فلو احنا كلنا كنا نسخه واحده كان واحد جاله كورونا ممكن يموتنا كلنا، انما الحمد لله ان مش كل الناس شبه بعض. لا اي حاجه بقى غير السنه دي، كل الاكزامبلز كورونا، بس الطاعون لما حصل كذا كذا، هتلاقي البشر دول احنا اللي عايشين دلوقتي 7 مليار على الكوكب او 8 يعني، احنا المنتصرين على كل الامراض المعديه حتى الان، وما زلنا ننتصر وننهزم. يعني اللي بيعيش هو اللي انتصر في المعركه دي. فهو ده الداروينيان ايفولوشن. البكتيريا كليفنج سيستم نفس الحكايه. ده على غير الكيمستري بقى، يعني الكيمستري بس لوحدها ما بتشرحش الليفنج سيستم. زي ما برضو المثال المشهور قوي، لو رميت خشبه في الميه هتعوم مع التيار، زي ما قلت لكم رميت طوبه هتمشي مع الطاقه اللي رميتها بيها، انما لو رميت عصفوره هتطير مش هتكمل بالقوه الدفع بتاعتك. لو حطيت سمكه في الميه ممكن تمشي مع التيار او عكس التيار. وبعد 100 سنه الصخره بتفضل صخره بس بيحصل لها شويه تاكل بقوانين الفيزيكس، انما السمكه ما بقتش نفس السمكه خالص. احفاد السمكه دي ممكن يبقى لونهم متغير خالص. لو نهر النيل مثلا زمان كان فيه طمي هتلاقي السمك البني كان هو اللي عايش مبسوط، لما نهر النيل الطمي قل فيه مثلا بسبب السد هتلاقي السمك الافتح مثلا او الاغمق اعدائه ما بقتش تشوفه زي الاول. السمك اللي قبل كده كان لون الطمي كان بيختفي، دلوقتي هو اللي ظهر، والسمك الافتح شويه هو اللي عايش مثلا. يعني دي كلها امثله. والفراشات، قصه الفراشات البيضاء والسوداء برضو، لما ما كانش فيه تلوث كانت الفراشات البيضاء سعيده وعايشه كويس، لما بقى فيه تلوث ودخان الفراشات السوداء اختفت من اعدائها فبقت تسود اكتر، and so on. جميل. الميكروبيولوجي اجمل كمان من البيولوجي. ليه؟ لانها البيولوجي اوف ذا انفيزيبل، يعني مش بس اللايف محيره، انما كمان هي يعني حاجه اساسا مش شايفها. واللي احنا طبعا اكتشفناه واكيد انتوا كلكم عارفين كده، ان معظم الكائنات الحيه احنا مش بنشوفها، معظم من حيث العدد والوزن وكل حاجه. يعني احنا كبني ادمين اقليه على الكوكب، كل الثدييات اقليه، كل الحيوانات اساسا الكبيره دي اقليه عددا ووزنا، رغم ان احنا تقال جدا، يعني الفيل تقيل ومش عارف ايه، انما البيوماس بتاعت الكوكب معظمها كائنات دقيقه. فيعني ليه ببتدي البدايه دي؟
برضو اللي منكم حضر المحاضرة أكيد هيزهق من الجزء ده، بس أنا بحب أبتدي بيها دايما عشان اللايف في الآخر is invisible mostly very diverse، والdiversity دي هي اللي مخلية في حياة لسه مستمرة. كل ما الدايفرسيتي زادت كل ما الكائنات فرصتها في البقاء زادت، لكنها كونسيرفد جدا بشكل غريب، يعني فعلا شكل غريب اللي هو في لو برنامج العلم والايمان هيقول لك سبحان الله الكائنات دي كونسيرفد جدا، عجيبه جدا من اعجيب الدنيا ان كل الكائنات دي مكتوبه باربع حروف فقط اللي هما الاي تي جي سي، عشان انا بكتب بالماوس مش بايدي، زائد طبعا لو هما فيروسز معموله من الار ان اي هيبقى فيه يو، بس في الاخر اربع كيميكال بلوكس شبه بعض جدا اصلا، بيعملوا كل حاجه، بيخلي انت واحد عينه زرقاء ومبسوط من نفسه، واحد مش عارف طويل وواحد قصير، والتاني بيعاير التاني بيقول له انت لونك كذا وانا لوني كذا، واحنا كلنا اي جي سي تي، وواحد صرصار وواحد نمله وواحد فيل، وكل الكائنات دي في الاخر اصلهم واحد، لو قعدوا يعايروا بعض هم اصلهم في الاخر 20 امينو اسيد مكتوبين بايه اربعه نيوكليوتايد. فدي اجمل حاجه في يعني كل البيولوجي والغازها دي مكتوبه بنفس الكود، وفي بالتالي لو انا فكيت الكود ده which happened في الستينات بعد اكتشاف الدي ان ايه، اتفك الجينيتك كود وعرفنا ان الاي تي جي بتبقى ميثايونين ومش عارف الاي جي سي بتبقى ايه، قدرنا نقدر يعني على الاقل نعرف كل امينو اسيد هيطلع ايه، وبعد ما عرفنا امينو اسيد بصفاتها ظهر هذا العلم اللي انا بكلمكم عنه اللي هو البايو انفورماتكس في الاول على الدي ان ايه، وبعد شوية بقى على الجينوم كله، يعني قصدي كان على جينز قليلة، فظهر علم الجينوم. جميل كده، ده يعني أول مقدمة لهذه المحاضرة. إحنا ليه بنعمل جينومكس؟ عشان it's the code of life، الكود ده بيفسر كل حاجة، مش إحنا بس كبني أدمين عارفين نفسنا كويس يعني وبنشوف بعض، لا كل الكائنات اللي ما بنشوفهاش التي كلها مكتوبة بنفس الكود الاي جي سي تي، وده اللي بيخلي الموضوع اكسايتنج وفي نفس الوقت برضو محير، يعني ازاي رغم كل هذه البساطه والكونسرفيشن والكود موجود احنا برضو مش فاهمين اي حاجه عن 90% من الكائنات، اللي هي كل الفيروس تقريبا بنعرف عنها اقل القليل، البكتيريا اقل القليل. فده بيدخلنا في علم برضو تقريبا عمرنا ما درسناه، فبرضو احب اقدمه لكم، واللي درس معايا في الكليه اكيد خده بسرعه برضو، اللي هو الميكروبيال ايكولوجي، برضو في كلمتين كده البيودايفرسيتي، وانا هتكلم نفس الكلمتين اللي بقولها للاندرجراديويت بس مع شويه تعمق بسيط. طبعا البدايه هي بدايه رومانسيه جدا شعريه، ان البكتيريا موجوده everywhere وanywhere، الميكروبز بيشكلوا عدد مخيف من يعني الكائنات على هذا الكوكب بيصل الى 10^30، عدد كبير جدا جدا من الخلايا مش من الانواع، يعني 10^30 ده رقم لا نستطيع نطقه، بتسي نونيليون يعني عارفين بليون، بليون باي، تريليون تراي اللي هو ألف مليون، بعد كده سوري بليون ألف مليون، تريليون مليون مليون، بعد كده كوادريليون بنتيليون مش كوينتيليون هكزيليون لغاية نونيليون، يعني 10^30، فده عدد البكتيريا. وعدد الفيروسز يفوق البكتيريا 10 مرات على الأقل في 10^31 فيروس، وزي ما قلت لكم مع ذلك لما بتيجي تبص على البكتيريا احنا ممكن نبقى فاكرين نفسنا احنا الموست دايفيرس اوف ذا كريتشرز، يعني ان في واحد مش عارف شعره طويل وشعره قصير، ولو قارنا الحيوانات ببعض يا سلام الزرافه طويله، كل الحيوانات دي وعليها النباتات كمان وعليها شويه خميره وكل الحاجات دي في الاخر ايه، يوكاريوت، كلنا في الاخر بنعمل نوعين من الميتابوليزم، يا اما بنتنفس بنعمل هيتيروتروفيك نحرق الطاقه بالاكسجين ايروبيك ريسبيريشن، يا بيعملوا انيروبيك ريسبيريشن وبس كده، وشويه فيرمنتيشن في العضلات وما اعرفش. البكتيريا بقى بتعمل ريسبيريشن وفيرمنتيشن وايروبيك وانيروبيك ريسبيريشن، وبتستخدم الايرون وبتعمل حاجه اسمها ليسوتروفيك ميتابوليزم ومش عارف هيتيروتروفيك يعني احنا كلنا كيموتروفس وهيتيروتروفس، اكيد درستوا الكلام ده في حته ما، انما البكتيريا بتعمل كل حاجه، ممكن تبقى اوتوتروف وهيتيروتروف وكيموتروف ومش عارف ايه، ممكن تبقى زي النباتات ممكن تبقى زي الحيوانات في الميتابوليزم بتاعها. فلو بصيت تحت الميكروسكوب على بكتيريا شكلها كده، ممكن 50 نوع بكتيريا يبقى شكله كده، تيجي تاخد كل نوع منهم على طبق اجار في نوع انديكيتور معين تلاقيهم بيدوا اشكال مختلفه تماما، وكلهم شكل الايكولاي، دي ايكولاي بتتقسم، ممكن الايكولاي على الماكونكي تدي لون، تحط شيجيلا تدي لون تاني، تحط سالمونيلا تدي لون تالت، تحط سودوموناس هو مش انتيرو بكتيريسي اصلا ما يديش لون خالص، وهكذا. دول بس جرام نيجاتيف رودز اللي تحت الميكروسكوب. فهي البكتيريا الدايفرسيتي بتاعتها مش في شكلها زينا، لكن دايفرسيتي كلها في الميتابوليزم. طبعا الرسمه دي اللي بسالكم فيها كلكم وانتوا اطفال في سنه تانية وثالثه برضو، مين اكتر حاجه مختلف في الاشكال دي؟
طبعا كله بيقول الاول الانسان، بعد كده لو ركز شويه بيقول لا الاميبا مختلفه عشان بتجري، طبعا كل الحاجات دي، والقمح عشان نبات، لا كل الحاجات دي زي بعض، كلهم يوكاريوتس، عندهم ريبوزومز ونيوكليس، والريبوزومز بره النيوكليس، والريبوزومز ساعتهم 80 اس، بينما دول بروكاريوتس الريبوزوم بتاعتهم 70 اس وسايحه في السيتوبلازم، ما فيش نيوكليس، والدي ان ايه مع كل حاجه، عشان كده سموهم بروكاريوت نو ترو نيوكليس. جميل. طب ليه بقى انا بعمل الجينومكس برضو تاني؟ عشان قلنا اللايف از انكودد. في حاجه انا فوتها بقى في التعريف بتاع اللايف اللي فات، احنا قلنا انفيزيبل ماشي، دايفرس، لكنها ايضا دريفن باي مولكيولر فانكشنز، والمولكيولر فانكشنز دي كلها بايوكيميكال رياكشنز زي ما قلنا، مكتوبه باربع حروف، فده اللي بنسميه اليونيتي اوف لايف. ومع ذلك بنشوف دايفرسيتي كبيره جدا في الميتابوليزم، سببها ان الرياكشنز دي بقى ممكن تروح ايه اللي بيخلي كائن بقى يعرف انه هيروح كده ويطلع مثلا من السكر يطلع ذرتين مش عارف كربون دايوكسيد ويطلع شويه طاقه كذا، ولا يمشي كده ويعمل فيرمنتيشن، ولا يكسر يورانيوم، اللي بيعرفه زي ما قلنا هو الجينوم. وبرده بكرر تاني، البكتيريا كتيرة جدا جدا جدا، عددها 10^30، وكمان البكتيريا الفيروسز اللي هي الفيروسز اللي بتهاجم على البكتيريا وتتغذى عليها اكتر كمان من البكتيريا بمقدار 10 مرات، اللي هو الرقم اللي قلت لكم عليه 10^31، يعني 10 مرات قد البروكاريوتيك سيلز. احنا بقى في الحاجات دي ما نتحسبش اصلا، يعني انت لو حاولت تحسبنا احنا كبني ادمين احنا فكه، يعني احنا في صفر، احنا صفرين من اللي في الاخر دول اللي هم يعني في المليون مليون مليون، فاحنا كلنا على بعض يعني، دول البكتيريا عدد الاصفار دي تريليون، احنا اقل من تريليون كلنا على بعض كل الكائنات. تمام كده قدامنا 10 دقايق وناخد بريك اللي هو بتاع الزوم. تمام كده. الفيروس زي ما قلنا كتيرة جدا وهكذا، كل الكلام ده انا قلته في الاول. فخلاصة هذا الكلام ان احنا زي ما قلنا 10^30 بكتيريا مايكروبيال سيلز، 10^30 فيروس، كلهم مكتوبين بالحروف دي. عايزين بقى نقرا الحروف دي ونفهم ازاي نعرف. قبل ما نخلص من موضوع اليونيتي اوف لايف نتكلم على الدايفرسيتي اوف لايف. ما هي الايكولوجي بتقول ان احنا عددنا كبير جدا وكلنا لينا صفات موحده تدل ان احنا في الاخر طالعين من نفس الايه البوتقه اللي هي نيوكليك اسيد بيزد لايف، احنا اسمنا كده. لو رحنا ندور على حياه في المريخ بندور على نيوكليك اسيدز وعايزين نلاقي حياه شبهنا، ممكن جدا طبعا تكون الحياه اللي في المريخ دي مصنوعه من كيماويات مش موجوده على الارض اصلا، من حاجات مش فوق بنفسجيه، يعني ممكن تبقى في كائنات واحنا مش شايفينها، الله اعلم. انا بدور على ايه؟ بدور على ميتابوليزم في المريخ عشان اعرف في لايف ولا لا، بس بدور على اللي شبهي. طب نيجي ده كانت اليونيتي. الدايفرسيتي بقى اوف لايف برضو اكيد منكم ناس كتير شافوا السلايد دي قبل كده، بالذات برضو اللي درسوا معايا اي حاجه. الدايفرسيتي دي حاجه بنصف بيها اي مجموعه من الانواع ايا كانت هذه الانواع بقى، انواع كتب، انواع شوكولاته، انواع بني ادمين، انواع حيوانات، اي حاجه. بس هي طبعا it was developed اكتر في علم الايكولوجي اللي هو اساسا كان علم الحيوان او حيوان ونبات يعني. فانا بخش غابه اوصف اللي فيها اقول ده في 20 شجره طويله، وده شجر الكافور مثلا، وفي شويه اعشاب على الارض، وفي مش عارف ايه. الغابه دي غنية جدا بالكائنات. عرفت منين انها غنية بالكائنات؟ تحت الشجر لقيت شجيرات، وتحت الشجيرات لقيت اعشاب، وتحت مش عارف. رحت الصحراء بقى، طبعا الصحراء غنية بحاجات تانية بس من حيث النباتات ما فيش اي حاجة اساسا، صحراء جرداء ما فيهاش غير شوية صبارين، نوعين صبار ومش عارف ايه. فاول وصف وصفوه ان في كائنات ريتش غنية، يعني او سوري في بيئة غنية بالكائنات النباتية مثلا، وفي بيئة فقيرة في الكائنات النباتية. نفس الحكاية في الحيوان، اغنى بيئه في العالم على كوكب الارض سواء في النبات او الحيوان هي غابات الاستوائيه بتاعت الامازون، وبعدها افريقيا. كل حاجه ممكن تلاقيها، مطر على طول فخير وميه وشجر بيطلع، عشان كده طبعا لما اتحرق جزء من امازون الناس صوتت. كل البايو دايفرسيتي اللي موجوده هناك دي تفوق، سوري البايو دايفرسيتي اللي هناك تفوق كل البايو دايفرسيتي على الارض تقريبا، حيوانات وانواع حشرات عمرك ما سمعت عنها فده بنسميه دايفرس هاي دايفرسيتي. طيب فعايزين ناخد مثال بسيط بالكور كده او الاشكال الهندسيه، الكوميونتي دي في رايكم دايفرس؟ لا لا دي شبه، يعني واضح انها مش دايفرس. ليه؟ كلها احمر لون واحد صبار ما زي الصحراء. او برضو انا احنا بنسجل وما بنتكلمش في السياسه، بس يعني نقول ان بعض يعني احسن مثال ليها هو ان بعض ممكن يبقى في بلدين عندهم مجلس شعب
بلد يقول لك المجلس الشعبي بتاعها ده حزب واحد مثلا زي الأحزاب الشيوعية، ومعاهم مثلا واحد ممثل حزب الخضر، ده الخضر وده مثلا حزب الزرق وخلاص. منظر ده واضح ان ده مش دايفرس، مش ده سؤالنا، ده النيجاتيف كنترول كده، الحاجة اللي احنا عارفين انها مش دايفرس. ليه ما فيهاش غير ثلاث انواع في الاخر، ثلاث احزاب او ثلاث اشكال او وات ايفر، وثلاث الوان هم برضو. المثال اللي انا بضربه هو مش مثال رومانسي قوي بس يعني مش رقيق قوي، انما لو انا رايح عزا على الاقل في معظم البلاد يعني اللي احنا نعرفها بتلاقي الناس كلها ستات لابسه اسود والرجاله يعني مش باين قوي لابسين ايه، بس يعني الالوان الوان غامقه. لو دخلنا العزا بتاع الستات كله لابس اسود او رمادي غامق، very low diversity of color. لو دخلت محاضره ان شاء الله يا رب يعني واشوفه كده هلاقيكوا لابسين كل الالوان ان شاء الله، يعني مهما كان اتنين حتى متفقين يلبسوا ازرق ما بيبقاش نفس الازرق، والطرحه والبنطلون مش عارف ايه مش نفس اللون، فبيبقى في عدد الوان كبير جدا تفوق عدد الالوان اللي في اي علبه الوان، فبتبقى هايلي دايفرس. ازاي بقى اوصف الدايفرسيتي دي، وهل بي ولا سي اكتر؟ لقينا نوعين من الدايفرسيتي او يعني صفتين في الدايفرسيتي ممكن اوصفها. واحده هي عدد الانواع زي ما قلت، فهنا في احمر ازرق اخضر وثلاث انواع من الدوائر تانيين اسود وبنفسجي، يعني في بتاع ست سبع انواع. ولكن التوزيع برضو يعني ممكن نقول شبه مجلس الشعب بعض البلاد اللي ما نعرفهاش خالص، اللي بيبقى فيها حزب تقريبا واخد كل المجالس، وبقيه الاحزاب بيسموها احزاب ديكوريه، يعني كل حزب داخل واحد او اتنين كده عشان ايه، وبيدخلوا بس عشان يقابلوا الوزير يمدوا منه كام ورقه. بينما ممكن تلاقي كوميونتي ثانيه فيها انواع قد تكون اقل ولكن متوزعه اكتر، يعني هنا في نوع واحد احمر اصفر اخضر اسود اربعه او خمسه، بس التوزيع واضح حتى من منظر الاصفر اكتر والاخضر اكتر. فده اوصفه انه ريتش اللي على الشمال بي، مش قادر اكتب معلش بس هتاخد وقت كتير. ريتش دي الريتشنس، عدد الانواع مش عدد الافراد، كلهم عدد الافراد واحد او يعني بالبرسنت واحد مش فرق. ممكن الاقي 500 واحد في مثلا في كوريا الشماليه واقفين بيحيوا الرئيس بتاعهم ده ولا الامبراطور بتاعهم ده، وكلهم شبه بعض نفس قصه الشعر وكلهم، دي مش دايفرسيتي، ده ما فيش ريتشنس خالص، كلهم شبه لبعض وكلهم نفس. وممكن الاقي ريتشنس عاليه قوي بس الدايفرسيتي مش عاليه قوي. ليه؟ بسبب انه مش ايفن. وهنا دي بتبقى مور معلش مش عارف اكتبها بس بالماوس، ايفن اي في اي ان. الايفنس هنا عاليه جدا يعني مش جدا يعني بس اعلى من هنا. الايفنس هنا اعلى والريتشنس هنا اعلى. ريتشنس يعني عدد الانواع، ايفنس يعني اليونيفورميتي او الريشيو بتاع الانواع دي لبعض. الكلام ده في البيولوجي ده اللي انتوا ما خدتوش في سنه تانية بقى، ده بيترجم لان انا بعد اولا اليونتس اللي هم زمان كانوا بيعدوا سبيشيز، بقول الشجره دي او الكائن ده او كده، سبيشيز كلمه سبيشيز يعني نوع. لما كبرنا شويه وابتدينا نستعمل الدي ان ايه لقينا ان في بعض الانواع ما ينفعش اوصفها من الدي ان ايه، يعني انا بعمل سيكونس واقول اه ده ده مش الشكل ده بس انا مش عارف ده سبيشيز ولا سترين يعني مثلا ده ستريبتوكوكس بايوجينس وده ستريبتوكوكس نيمونيا، دول تو ديفرنت سبيشيز، ولا ده ستريبتوكوكس وده ستافيلوكوكس، دول تو ديفرنت جينرا يعني اللي هو جمع جينس. فعشان اهرب من دي سموها تي يو يعني تاكسونوميك يونت، وبيسموها اوبريشنال تاكسونوميك يونت يعني تاكسونوميك يونت بتؤدي لاختلاف في الفانكشن، يعني هي الوظائف مختلفه اوبريشن او يعني. فاحيانا بنهرب من كلمه سبيشيز لو انا مش عارف بالظبط دول نفس سبيشيز ولا نفس الجينس ولا ايه، بسميها اوبريشنال تاكسونوميك يونت. ايه تعريف الاو تي يو دي؟ باختصار ان انا الاقي عملت دي ان اي سيكونس وبشوف البصمه الوراثيه بلاقي اربع خمس بصمات، خايف اقول كلمه سبيشيز حد من الناس الحريفه بتوع التاكسونومي يقول لي لا دول مش سبيشيز ده ثلاثه سبيشيز واثنين نفس سبيشيز، خلاص يا سيدي انا هربت من دي سميتهم اوبريشن تاكسونوميك يونتس يعني مختلفين عن بعض بنسبه تفوق عاده بتبقى الكات اوف بيبقى 97% ديفرنس في الدي ان اي بتاع الجين اللي هو بينكود الريبوزوم الار ان اي. لو الجين اللي هو 16 اس ريبوزوم الار ان اي ده مختلف بنسبه 97% بسميهم ديفرنت او تي يو، وممكن نغير الكات اوف شويه حسب نوع الكائن يعني. طيب بوصف الدايفرسيتي بايه؟ بريتشنس اللي هي عدد الانواع، والايفنس اللي هي توازن هذه الانواع، والاثنين مع بعض بيخشوا في معادله واحده يدوني حاجه اسمها دايفرسيتي. الدايفرسيتي اندكس هو يعني خلاصه الايفنس والريتشنس، يعني هو اللي بيخليني اقول ان الكوميونتي هنا سي ولا بي تكسب. بعناية ما اقدرش اقول هل هنا الريتشنس هي اللي تكسب دي ولا الايفنس اللي تكسب سي، لازم احسبها بحاجه
اسمها شانونز دايفرسيتي اندكس. شانون ده احد العلماء اللي عمل دايفرسيتي اندكس، وفي واحد تاني اسمه سيمسون عمل برضو دايفرسيتي اندكس. ممكن تطبق زي ما قلنا على البوليتكس وعلى السكان. دي المعادلات مش عايزكم تذاكروها بس تبقوا عارفينها، يعني ان الاتش اللي هو الدايفرسيتي اندكس ده في الداخل في الحسبه بتاعته البروبورشن بتاعت كل سبيشيز، دي البروبورشن بيجيبوا اللوغاريتم بتاعها تمام، والايفننس يعني الايفننس بتاعت الشانون دي بتساوي الدايفرسيتي اندكس ده مقسوم على اللوج برضو ال ان اللي هو الناتشرال لوج بتاع عدد سبيشيز اللي هو الريتشنس. يعني بقسم الدايفرسيتي اندكس ده اللي هو نسبه سبيشيز لبعض على عدد سبيشيز بيطلع لي ال على اللين بتاع عدد سبيشيز اس بيطلع لي الايفن. طيب كده الزوم هيقطع، هناخد بريك. هو يعني نظريا هيبقى 3 4 دقايق، هتلاقوني دخلت على الزوم على طول على نفس اللينك، بس يعني اللي عايز يشرب شاي ولا يغسل وشه تعالوا تاني، وهشوفكم بعد دقائق.